السلام عليكم خاوتي واخواتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي، وين دائما نتحدث لكم على كل جديد يتعلق بالجزائر سواء في السياسة ولا في الاسواق ولا في اي مجال كان. اليوم في هذا الفيديو خاوتي جينا نحكي لكم على فيديو جديد للتجار الفجار اللي دائما يلقوا طرق جديدة للتحايل على الجزائريين. كنا شاركنا معاكم بعض الفيديوهات الاخرى لورينا لكم كيف يقوم التجار بالمضاربة بالديكليماتيزور ولا المكيفات الهوائية باش يرفعوا في اسعارها، ومن بعد يبيعوها للمواطن بالدوبل تاع السعر تاعها. وايضا وريناكم كيفاش يتلاعبوا بالاسعار في السوبرات، وين زعما يحطوكم في الكونطوار تاعهم سعر، ومن بعد نهار يروح للآلة اللي تخلصها تعطيك سعر اضعف من هذا بكثير، اكبر من هذاك السعر اللي شفتو ما في شي بكثير، ويسرقوا لك الدراهم. الان خاوتي طغاو هذو التجار الفجار وراحوا وين بداو يخدعوا الناس في الذهب، يبيعونهم ذهب مغشوش. لكن لحسن الحظ وبفضل التحقيقات تاع الدرك الوطني، تمكن الدرك الوطني من مداهمة ورشة كاملة خاوتي معزولة يتم فيها صناعة الذهب المغشوش، ويبيعه للناس بأسعار كبيرة جدا، ويستخدموا أيضا آلات متطورة باش يخدعوا الناس. راح تتفاجئوا خاوتي كي تشوفوا هذا الفيديو، وأيضا يتحصلوا على أموال طائلة من كل هذه الأمور. قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو خاوتي، أرجوكم ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، راكم تعرفوا الكود خاوتي، كل هذه الأمور راح تساعدنا نصدر حملات السينيال. الان بلا ما نطول عليكم، هيا الى تفاصيل الاخبار. كما راكم تشوفوا معايا خاوتي، قناة البلاد وايضا قناة الشروق نشروا هذا الموضوع، يتحدثوا عن فرقة ولا ورش في الجزائر العاصمة ايضا، وهي في ورشات سرية بمناطق شبه معزولة وقام الدرك الوطني بمداهمتهم، وين لقوا الكثير من الذهب المحجوز، يعني ما قيمته الملايير لو كان يبيعوه. ايضا ما يثبت انهم قيمتهم الملايير هي انهم قاموا بحجز الكثير من الاموال كما راح تشوفوا معايا في هذا الفيديو. انترنت دقيقه نشوفوا هنا، لانه كيف نفس الفيديو محطوط في النهار وفي البلاد في الشروق في البلاد. شوفوا خاوتي كما راكم تشوفوا خاوتي، هنا يستخدموا مختلف المواد، قرع الغاز، الغاز تاع البروبان، البوتان، هذه آلة الضغط، من بعد يستخرجوا لك هذه اللي حولوا هذا. وشوفوا الاموال خاوتي المحجوزة، شوفوا هذه حولوها، وهنا راه يوري لك الميزان تاع كل بلاكة شحال فيها توزن، وشحال راح يربحوا منها دراهم. تخيل خاوتي 645 جرام، يعني كل جرام راه يتباع مليون زيادة، وكلها زائفة، يعني وقال النحاس غالي على هذه. بناء على معلومات مؤكدة عن وجود بعض الورشات لصناعة الذهب خارج الإطار القانوني عبر إقليم الجزائر العاصمة، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراكة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب. كما كم سمعتوا خاوتي قال عدة ورشات، الدرك الوطني الآن قام بمداهمة عدة ورشات لصناعة الذهب، ولكن الذهب المغشوش، وهذا في الجزائر العاصمة. يعني كان الكثير من المناطق في الجزائر العاصمة وبعض المناطق في الشرق معروفة بصناعتها وبيعها للذهب مثل الدلالة، وأحيانا تلقى ذهب صحيح، ولكن أحيانا أخرى أيضا يبيعوا لك ذهب مغشوش. انت وزهرك اذا كنتو خاوتي شريتوا الذهب من الدلالة تاع الجزائر العاصمة ولا من الباتنا، خبرونا لكم في التعليقات، وهل صادفتم انكم شريتوا ذهب مغشوش؟ نعاودوا نرجعوا شوي في الفيديو وخبروا ونتفرجوا الفيديو. بناء على معلومات مؤكدة عن وجود بعض الورشات لصناعة الذهب خارج الإطار القانوني عبر إقليم الجزائر العاصمة، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراكة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية. هذه الشبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين. كم سمعوا خالتي، يقودها أجانب بالشراكة مع جزائريين، يعني لم يقوموا بكل هذه الأمور المغشوشة ماهمش حتى جزائريين. الاجانب هنا ما تطرقوش عليهم بالتفاصيل، يعني ما قالولناش اذا جايين من المغرب ولا من فرنسا ولا من دول
إفريقية، لكن قالوا فقط أجانب، وهذا بشراكة مع الجزائريين. كملوا الفيديو. متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين، يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمومية معزولة. هذا النشاط يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير. من خلال هذه العملية هذا يعني خاوتي انهم راح يقوموا بتهرب ضريبي، وراح يبيعوا سلعة مغشوشة، وراح يقوموا بالتلاعب بالناس، والمقر تاعهم ايضا ماهوش معلن. يعني اذا اكتشفت باللي خدعوك وسيت ترجع السلعة ماكش راح تلقاهم. كل كثير من الامور المخالفة للقانون هنا. ايضا ما قلناش نسبة الغش في هذا الذهب، يعني هل هو مغشوش بنسبة 100% ولا تم صناعته بمواد يعني ماهيش بالذهب. ما فهمتش المصطلح تاع هذا الذهب المغشوش. كملوا معي الفيديو. شرعية ودون فواتير. من خلال هذه العملية تم حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر ب 18 كيلوغرام على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة. 18 كيلو تاع ذهب خاوتي، اتخيلوا. وجهها للمستهلك. بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدوية. ما غير جبدنا كالكولاتر دقيقة، 18 كيلو تاع ذهب. شوفوا المبلغ هذا خاوتي اللي راهم يداولوه شحال. عندك كل كيلو فيه 1000 جرام، وكل جرام يتباع 1,100,000. عندك 110 مليون، عفوا خاوتي، مليار و100 مليون. هذيك المليار و100 مليون نضربوها في 18 19 مليار و800، يعني 20 مليار تاع مسروقات خاوتي. اتخيلوا معايا ذاك الرقم الضخم. كما راكم شفتوا خاوتي، راهم ولاو هاد الملعونين يتفنوا في غش وخداع الجزائريين. راهم شفناهم في مختلف المجالات، ايضا في مجال السيارات، وين شخص يبيعوا له سياره مدقدقه كومبلي ومعاودينها ظنا منه انها جديده، ولا في المجالات الاخرى كما شفتوا مجال الكليماتيزور، ولا مجال كل المواد الغذائيه. وأيضا مؤخرا أسعار البقولية ارتفعت، والآن هذو التجار خرجوا عن السيطرة. ربما نقدروش نرفقوا لهم هذه تاع الذهب، ولكن هذا نوع من التجارة، لذا لحوم في نفس الخانة. لكن انتم أخوتي وش راكم في هذا الموضوع؟ أيضا ما هي الحلول التي تراها مناسبة للتعامل مع هؤلاء الغشاشين اللي راهم يقتاتوا من يعني ضعف الجزائريين، يعني خدعوهم باش يسرقوا لهم الدراهم؟ خبرونا رايكم في التعليقات حول هذا الموضوع. اذا عجبكم هذا الفيديو وهذا النوع من الفيديوهات، شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم ودعمونا بالضغط على زر الاعجاب. وايضا خاوتي راح نفتحوا باج تاع فيسبوك ان شاء الله، وين تقدروا تبعثوا لنا الفيديوهات اللي راكم حابين نهضروا عليها ونولوا نهضروا عليها. شكرا، الى اللقاء.